سيعود مجد بني أمية إلى دمشق والشام رغم أنوفكم. روي في جامع الأحاديث للسيوطي الجزء الثالث صفحة 80، قال النبي: إن أهل بيتي سيلقون من بعدي من أمتي قتلا وتشريدا، وإن أشد قومنا لنا بغضا بنو أمية وبنو المغيرة وبنو مخزوم. وإني أبشركم أيها الرافضة الأنجاس أنه كما حطم بنو أمية رؤوسكم سابقا، سيحطم أهل الغوطة وأهل الشام رؤوسكم لاحقا. كذلك روي في مستدرك الحاكم الجزء الرابع صفحة 528، عن أبي برزة الأسلمي قال: كان أبغض الأحياء إلى رسول الله بنو أمية وبنو حنيفة وثقيف. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. هذا تعليق الحاكم النيسابوري حين يقول صحيح على شرط الشيخين، يعني أن رجال هذا الحديث هم رجال مسلم والبخاري، ولكن لسبب ما لم يخرجاه. هم لا يريدون دولة على غرار دولة بني أمية، لأن دولة بني أمية أذهبت مجدهم المجوسي الغابر، لأن دولة بني أمية حطمت رؤوسهم، لأن دولة بني أمية أقامت الحق والعدل والتوحيد. نعرفكم على بعض الشخصيات الأموية المهمة، فقد جاء في سير أعلام النبلاء للذهبي الجزء الثاني تحقيق شعيب الأرناؤوط الصفحة 107 في ترجمة الحكم بن أبي العاص، وهو ابن أمية الأموي بن عم أبي سفيان يكنى أبا مروان من مسلمة الفتح، وله أدنى نصيب من الصحبة. قيل نفاه النبي إلى الطائف لكونه حكاه في مشيته وفي بعض حركاته فسبه وطرده، فنزل بوادي وج ونقم جماعة على أمير المؤمنين عثمان كونه عطف على عمه الحكم وآواه وأقدمه المدينة ووصله بمئة ألف. وعن النبي قال: ما لي أريت بني الحكم ينزون على منبري نزو القردة. وكذلك قال الشعبي: سمعت ابن الزبير يقول: ورب هذه الكعبة إن الحكم بن أبي العاص وولده ملعونون على لسان محمد. هذا في الصفحة 107 و108 من الجزء الثاني سير أعلام النبلاء. كذلك هناك رواية أخرى في مسند أبي يعلى الموصلي الجزء الثاني عشر تحقيق حسين سليم أسد صفحة 135، عن أبي يحيى قال: كنت بين الحسين والحسن ومروان يتشاتمان، فجعل الحسن يكف الحسين، فقال مروان: أهل بيت ملعونون، فغضب الحسن فقال: أقول أهل بيت ملعونون؟ فوالله لقد لعنك الله على لسان نبيه وأنت في صلب أبيك. هذا الحديث كما علق المحقق إسناده صحيح. هذا مروان بن الحكم هو المستشار الأول لعثمان بن عفان. هؤلاء هم الأموية، وهم كما ثبت في السنة النبوية أعداء الرسول التاريخيين وأعداء أهل بيته الذين نصبوا له ولأهل بيته العداء. نعم، نحن نفتخر بدولة بني أمية التي كانت عاصمتها دمشق. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم